الحمد لله، أما بعد، الشهادتان هما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيجب على من أراد الدخول في دين الإسلام النطق بالشهادتين فورا مع اعتقاد معناهما. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعتقد بقلبي وأعترف بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق أن أعظمه أقصى غاية التعظيم إلا الله تعالى، الخالق الذي لا يشبه شيئا ولا يحتاج إلى شيء، الموجود بلا مكان، الذي لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش. فالله تعالى ليس جسما كبيرا ولا جسما صغيرا، ليس له طول ولا عرض ولا شكل ولا وزن ولا لون ولا مكان. سبحانه خلق المكان فلا مكان له، وخلق الأشكال فلا شكل له. ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أعتقد بقلبي وأعترف بلساني أن سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية عبد الله ورسوله، مرسل إلى جميع الخلق من إنس وجن وعرب وعجم، وهو من قبيلة قريش أشرف قبائل العرب، ولد بمكة ونزل عليه الوحي وهو بمكة، وهاجر إلى المدينة ودفن فيها، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم عليهم الصلاة والسلام. ويجب التصديق بجميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وبلغه عن الله تعالى، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.